انا ما قلتش كده، اه ما قلت قلتش ايه؟ كده قلت خالص. ايه؟ كل واحد بيألف يكتب اللي على مزاجه. انا ماشي. عارف انا نيتي اللي بتكلم بيها، انا اه بقول اللي بيحصل حاجات على السوشيال ميديا مش طبيعية. تلاقي ناس تكلمك عن ده بيتحرش وهي مش لابسة حاجة. ما انت مش لابسة حاجة، عايزاه يقول لك ايه؟ طيب ما يغض البصر. هو طبيعي ان انا اقلع عريان للناس كلها؟ مش فاهم انا يعني. يجي يقول لك طب ما انت بتلبس مايو. انا يعني في لينا عادات وتقاليد. الحرية تاني في الحلقة يعني دي. واحدة بنت لابسة براحتها ما على البحر، تلبس، هي على البحر اقول لك هتلبس على ايه؟ حاجة خلاص. هتلبس ايه على استاذة البحر؟ أميرة كل اللي عايز يلبس حاجة يلبسها، انا همشي مع القرار كده كويس. لا اقول رأيك طب ما هو رأيي، كويس، رأيك رأيي اهو، رأيي. بس. بقولك هل شايف واحدة انه طالعة بتقول لك بيتحرشوا بيا، ماشي بيتحرشوا بيا، بتبص للصورة تلاقي حضرتك اللبس ملط اه انت بتتكلم على الصورة اللي هي حطاها؟ بالظبط. بيتحرشوا اه بيا لفظيا، مش بيتحرشوا. اي